أشخاص اثنين ستات. أنا حبيتكم انتوا الاثنين. تألقت النجمة بسمة في مسلسل مسار إجباري اللي قدمت فيه شخصية نعناعة بإحساس ومشاعر مختلفة، وده اللي خلاها تتلقى إشادات كبيرة من جمهورها ومحبيها. كاميرا سيدتي التقت ببسمة علشان تعرف رأيها في الشخصية اللي قدمتها وإزاي استعدت ليها. وأنا بشتغل كنت متوترة جداً لأنه الدور بعيد جداً عني. أول مرة، مش أول مرة بس أول مرة قوي ألعب في المنطقة دي. كنت طول الوقت متوترة لأنه أنا عارفة إن لما حد بيعمل شخصية من طبقة اجتماعية مختلفة تماماً عنده ممكن يتاخد لسكة إنه يقلبها كاريكاتير. وكمان كشفت بسمة عن كواليس المكالمة اللي دارت بينها وبين أحمد داش قبل ما تبدأ هي وفريق العمل تصوير المسلسل. جالي مكالمة من أحمد داش، فأول ما قلت له قالوا هاي يا بيسو ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله حبيبي انت عامل ايه؟ الحمد لله. فقلت له ايه؟ هم عايزين يعمل أمك؟ فضحك كده وقال لي اه. فقلت له طيب خلاص انا هكلم نادين. انا دين خلاص ايه هنتقابل امتى عشان نبتدي نشتغل؟ قبل ما اقرا الورق، قبل ما اعرف الدور، قبل ما اعرف اي تفاصيل عن الحدوتة، كان في مايند سيت انه طب ماشي انا هلعب المرة دي مع المجموعة دي. حسين اصحى يا حبيبي، المنبه بيرن اديله ساعة. صدق واحساس مشاعر نعناعة وصل لجمهور المسلسل بصورة كبيرة، واكيد ده كان وراه تحضيرات كبيرة. دور الممثل ان هو يبقى حقيقي تجاه الشخصية اللي بيلعبها. المشاعر وصلت لانه هي شخصية لاود، زعقة في التعبير عن مشاعرها. وكان لبسمة رأي مختلف تماماً في علاقة نعناعة بدورتها إحسان واللي لعبت دورها الفنانة صابرين. طبعاً أستاذة صابرين من الممثلين اللي بيريحوا قوي مع اللي قدامهم، لأنه هي شخص حقيقي ما بتخليش حد يبقى حاسس أنه أنا قاعد قدام صابرين اللي شفتها في كذا وشفتها في كذا وشفتها في كذا. لا، هي بتساعد اللي قدامها على أنه يفك معاها. وبما ان مسلسل مسار اجباري مكون من 15 حلقه، سالنا بسمة عن رايها في نوعيه المسلسلات القصيره والمقارنه بينها وبين مسلسلات ال 30 حلقه. الفورمات بتاع ال 15 حلقه ويا ريت لو 10 حلقات مفرح جدا بالنسبه لي، لانه ال 30 حلقه لو ما كناش كاتبين ال 30 حلقه، لو ما كانش متخطط لهم من قبل التصوير بسنه، والحلقات الدرافت الاولانيه طالعه قبل التصوير بست اشهر، والدرافت التانية قبل التصوير بشهر، والتنتفة هي اللي بتحصل وقت التصوير، فهو للأسف بيبقى فيه استعجال. الحزن والبكاء ما كانش بيفارق نعناعة حتى في لحظات الفرح، وده اللي خلى بسمة تعلق على الموضوع ده. أنا عموما شخص ما بحبش العياط، وما بحبش تمثيل العياط، لأنه الواحد عشان يمثل العياط بيضطر يرجع بالذاكرة لحاجات بتضايق، وطبعاً لازم المشهد يبقى مكتوب بطريقة حرفية جداً علشان يساعد الممثل إنه يعيط، لأنه هو مش زرار هتدوس على الزرار هتعيط.